يعني في الحقيقة الحديث دايما مستمر وهيستمر خلال الفترة القادمة بمشيئة المولى عز وجل عن الحوار الوطني، ويمكن السبب الرئيسي في ده زي ما احنا عارفين ان الأمانة الفنية محددة 3 أيام لمناقشة الـ3 محاور، سواء كان المحور السياسي أو الاقتصادي أو أيضا المحور الاجتماعي، يوم الأحد والثلاث والخميس. وكان في هذه الجلسات مجموعة من النخبة اللي بيكونوا موجودين وبيقدروا لهم يطرحوا يعني عدد من الملفات وكيفية التعامل مع هذه القضايا. خلونا دلوقتي نشوف لقاء هام مع النائبة إيمان الألفي، عضو التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أولا أنا زوجة شهيد قوات مسلحة. لما بدأنا نتعامل مع المجالس الحزبية تراءى ليا، ومن خلال الحوار المجتمعي اللي عملناه في التنسيقية، إن في عديد من المشاكل متعلقة بولاية المال، ولأن ولاية المال قانون منفصل، وزي ما حضرتك أشرت إن هو قانون 119 لسنة 52، قانون مر عليه أكتر من 71 عام. فهذه المدة بالتقادم ومع تطور الحياة ومع المتطلبات الاقتصادية والحالية ومع ظروف الحياة، الأموال دي في ظل هذا القانون وبالتقادم تفقد قيمتها. يعني لما أخش مثلا المجلس الحزبي أو النيابة الحزبية، طفل عنده عمر يوم أو شهر ويخرج بعد 21 عام، يلاقي إن هذه الموارد المالية والمقدرات اللي عنده يعني ليس لها قيمة، فده يعتبر ظلم. فبالتالي بدأنا على تعديل التشريعات الخاصة بهذا الأمر. أولا وكان وجود الولاية والحضانة منفصلتين عن بعض، إن الحضانة مع الأم والولاية مع الجد أو العم أو من يتراءى له القاضي، كان بتعمل مشكلة. فقط الجد، يعني هو هي بترجع الولاية للجد، والدرجة الثانية الأم إن لم يحدث إن لم يكن هناك جدل قانوني، وده ممكن يفتعل في بعض الحالات. عشان برضو نبقى واضحين ان احنا لما هنا بنعالج في القانون بنعالج جميع الحالات. في فعلا حالات تم التعامل مع او خلق مشاكل وهميه مع الام عشان يتم سحب منها الولايه. تمام. فبالتالي احنا عالجنا دوت بان احنا عدلنا. وعلى فكره مش مصر بس اللي احنا بنتكلم في التعديل ده، السعوديه اقرت بالتعديل ده قريبا، وخلت ان الاولويه الاولى للاب والام معا، لان هم نواه الاسره وهم اساس الاسره وهم الكائن، يعني هم اللي بيوجدوا هذا الكائن الصغير الذي لا حول له ولا قوه بعد وفاه الاب، في ان هو يتم تشتيته و مش هنقول تدميره نفسيا، بس بيؤثر نفسيا طبعا بالسلب، النزاع اللي بيبقى حاصل جوه الاسره دائما وحاله الحراك الغير مطمئنه ليه بسبب المال. دي كانت الماده الاولى. الماده الثانيه اللي احنا اتكلمنا فيها برضو كان الاستثمار لهذا المال، لانه المال في وضعه الحالي بيكون في حسابات، الحسابات ديت 7% يعني مع الوقت مش هيكون لها اي رجعه. يمكن هذه النقطه تحديدا، يعني سياده النائبه، كان هناك شبه اجماع من قبل كل المتحدثين في الجلسه عن انشاء صندوق معني باستثمار بالظبط التركه للقصر، يعني او مال القصر. بالظبط، وده كان من احد الايجابيات العظيمه اللي خرجنا بيها النهارده. ان فعلا ان الكل كان بالاجماع شبه موافق على انه لازم يكون في صندوق خاص باموال القصر واستثمارها، وهذا الصندوق يكون سيادي للدوله، وعلى ان يتم يعني زي ما بنقول ايه دفع جزء من او يكون له نسبه في هذه الاموال لادارته، وده امر مشروع. وعلى فكره برضو جميع الدول الشقيقه بدات في عمل هذا، السعوديه عملته بس سميته هيئه لان هي قانونها بيتيح بالهيئات. فهذا الصندوق مع الوقت ومع تقادم هذا المال لما يخرج زي ما قلت هذا الصغير ويبلغ اشده ويبدا ان هو يحصل على هذا المال، هيلاقي حاجه يقدر يتسند عليها، حاجه توفر له سبل حياه كريمه اللي بيدعو ليها الرئيس. فالحياه الكريمه بس مش في تطوير القرى، الحياه الكريمه في ضمان عيشه سويه، عيشه مطمئنه لهذا الشاب بعد ان يبلغ اشده ويحصل على هذا المال. يمكن كمان سياده النائبه، يعني استمعنا عن مقترحات بتقول ان الموضوع يعني الوصايا لا تنحصر فقط في الموضوع الخاص بالمال او الحفاظ او الولايه على المال بالنسبه للقصر، ولكن الموضوع يجب ان يتعدى للحفاظ على القصر ذات نفسهم. ازاي يتم تنشئتهم تنشئه صحيحه، توفير التربيه الملائمه ليهم، وكمان ان احنا ازاي نتابعهم نشوفهم المستوى الدراسي بتاعهم ايه. يعني الموضوع فقط لا ينحصر في موضوع المال،
بتاع القصه؟ لا، هو النهارده كانت الجلسه عن ولايه المال، ده بس عايز اوضح حاجه، لان هو قانون فعلا منفصل عن قانون الوصايا. يعني قانون الوصايا عامه واللي بينظم الحضانه والامور التعليميه والمتابعات من هذا الشق، ده للاسف ده قانون الاحوال الشخصيه. عشان كده حتى كان في اطروحات النهارده ان احنا ندمج كله في قانون واحد يبقى اسمه قانون الوصايا، بيرتب حياه هذا الطفل من ساعه الوفاه في كل الامور تحت قانون الاحوال الشخصيه. يمكن ايه كمان الافكار اللي هي استرعت انتباهك وكان عليها اقبال من معظم المتحدثين في الجلسه؟ انا النهارده قدمت فكره هي ما كانت جديده على الكل النهارده، بس يعني لقيت استحسان جوه، وده شيء عجبني جدا ان احنا وحدنا فكر القاعه النهارده في ان يكون الفكر حاجه واحده، ان احنا نخرج بتوصيات لمصلحه القاصر. احنا دعونا النهارده الحوار الوطني ان هو يدعمنا في وضع بروتوكول ما بين وزاره العدل ووزاره الاسكان، يقدر عن طريقه هذا القاصر الاستثمار بامواله بان هو يشتري، طبعا عن طريق الواصي يعني، بان هو يشتري شقق استثماريه عن طريق وزاره الاسكان، ده عشان تكون مؤمنه اكتر. وده بيدل على ان النهارده الكل كان بيدور في الاول وفي الاخر تاني على مصلحه هذا الصغير الذي ليس له حول ولا قوه. يعني يمكن دي سياده النائبه من الجلسات اللي هي شهدت تقريبا يعني شبه الوصول الى توصيات مجمع عليها. احنا بنتكلم على توصية اللي هي علاقة بتحويل الأم من وصية على ابنها القاصر إلى ولية على ابنها القاصر، من الوصاية إلى الولاية. شفنا تقريبا شبه إجماع على فكرة صندوق الاستثمار الخاص بالقصر، شفنا تقريبا شبه إجماع على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالمجلس الحزبي. شايفة حضرتك يعني إلى أي مدى أنت شايفة هذه التوصيات ممكن أن يبقى ليها موضع تنفيذ قريبا؟ لا، انا بصراحه يعني عندي نظره تفاؤل من اول ما بدا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبنى هذه الاطفال، وكان ليه كلمه حتى انا اقتبستها النهارده في افتتاحيه كلماتي، لما قال ان اجود الناس واعظمهم من صنى اليتيم، وهنا احسست بالامان فعلا على أولادي وعلى جميع الأيتام. لأن لما فخامة الرئيس بنفسه يتحدث أنه وضع اليتيم أولوية أولى، وأن اللي هيدور على حقوقه وهيصونها ده إنسان عظيم، فمن هنا يعني مش جاءت الأمال، لا، من هنا آمنا بأنه سوف يحدث تغيير جذري في هذا القانون لصالح الأطفال.